انه بعد الطلاق كيتعطى نهار للاب يشوفوا الحد الا ما قدرش هو الحد مشكله. اذا انا بالنسبه لي هذه القضيه ديال الحضانه خصها تكون للزوجين ويكون اتفاق باش هذوك الاطفال نعطيو فرصه باش للنمو السليم ديالهم يشوفوا الاب ديالهم يشوفوا الام ديالهم. ولكن حنا كنطالبوا بمساواه الجنسيه في الحضانه حتى في الولايه يعني القانونيه، انه ما يمكنش الاب كيقبض الحاله المدنيه وكيقبض المرأة لو بغات غير تنقل يعني الولد ديالها للمدرسة مشاكل لا تعد ولا تحصى، وهذا الشيء خصو يكون فيه مساواة بين الزوجين. ثم حنا مشينا أكثر قلنا بأنه عند الطلاق كتكون النفقة على الزوج، هذا الزوج لما كانش عنده الإمكانيات سيرتو الحبس الأطفال يعني متعثرين بالطلاق ديال الوالدين ونزيدوا الأب ديالهم مشى الحبس، حنا كنقولوا خصو يكون واحد الصندوق اللي هو يتكفل بهذه المسألة هذه من أجل الإنصاف باش يمكن لنا نبني واحد المجتمع اللي هو فيه العدل. حنا ما كنفكروش غير في المرأة، المرأة لا، المرأة والرجل أيضا باش هذوك الأطفال يعني.